مشاهدينا مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج البيت. بيتنا النهارده الموضوع حضراتكم اللي اخترتوه. احنا طرحنا الحلقه اللي فاتت بعض المشاكل وكان من ضمنها الموضوع عن الحمى. جاتنا اتصالات كتير وكلمات كانت اكتر ما كنا نتوقع وكمان تعليقات كتير، الناس حابه نتكلم في الموضوع ده. فاحنا كمان حابين نتكلم علشان نحاول ندوب المشاكل في العلاقات بيننا وبين بعض. اسمحوا لي في بدايه حلقتنا ان ارحب باوتسابونا انجيلوس جرجس. اهلا بيك يا ابونا، مساء الخير. اهلا بيك. اوتسابونا، ايه رايك؟ الموضوع بقى شائك جدا من المره اللي فاتت، وانا حسيت ان الموضوع فعلا واخد مع الناس جامد جدا. اول حاجه بتيجي في دماغ اي حد فينا اول ما نتكلم عن الحمى، مشاكل ومتاعب وحياه مش مريحه. بس ليه؟ يعني ليه هي دي الصوره الموجوده دلوقتي؟ الفكره ارتبطت اكتر بأمور اجتماعية، وبعدين الفن أو الميديا عملها قصة ليها حبكة درامية، إن الحما دايما صورتها كده والكاريكاتور والكلام من ده وحاجة زي كده. لكن الحما أحد أعمدة العلاقة الأسرية الدافية. الحما الأم والحمى الحمو اللي هو الأب بقى، دي علاقة دافية، إن الجدود للأولاد دي علاقة مهمة. لكن في الكتاب المقدس في سفر بحاله بيدور حوالين حمى، والبطلة الكبيرة كانت مرات ابنها، سفر اسمه راعوس، سفر من الأسفار الحلوة قوي، لأنها سفر اجتماعي وله معنى رائع بجانب له معنى رمزي تاني. يعني القصة اني عيلة يهودية، الام اللي هي نعمة وجوزها اسمه ابي مالك كانوا من بيت لحم، المكان اللي تولد فيه المسيح، يعني خاصة احنا لسه بنحتفل بميلاد المسيح. وبعدين حصل مجاعة في بيت لحم، فالاسرة هجرت، راحت حتة اسمها مؤاب. مؤاب دي شرق الاردن، هجرت مجاعة. كان نعمة وأبي مالك مخلفين شابين، لما هاجروا وراحوا هناك كبروا، اتجوزوا الشابين دول بنتين من مؤاب، رعوس وواحدة تانية. رعوس دي كانت من عائلة الملك، من عائلة ملكية، عجلون ملك مؤاب ده كان هي يقال بنته أو من عائلته يعني. المهم إنها عائلة أرستقراطية، اتجوزت من العائلة اليهودية دي، وفجأة حصلت نكبات عالية جدا. يعني بص، العيلة عايشين مع بعض كلهم، الجد بقى أو الأب مات، أبي مالك، والولدين ماتوا كمان، وفضلت الحمى مع الزوجات أولادها. وبعدين الحمى قالت أرجع بيتي، يعني خلاص أرجع بيت لحم بقى، إيه اللي قعدها في البلد دي يعني؟ فجت ترجع، جت ترجع زوجات الابناء. واحده قالت للاثنين ارجعوا انتوا بقى، خلاص عيشوا مع اهاليكم يعني. واحده رجعت، الثانيه بقى اللي هي رعوس مسكت بحماتها وقالت لها اينما تبيتي ابيت، شعبك شعبي، الهك الهي. تخيلي بقى كمان اتنزلت عن ايده كله، مش كده وبس، تقول حيثما تموتي اموت. القصه دي مش حمى بقى بالفكر ده، بالعكس دي حمى حلوه قوي، محبه عاليه جدا بالظبط كده. ومرات الابن كمان حلوه قوي. المهم انها رجعت، نعمه ورعوس راحت بيت لحم، عائله فقيره. رعوس كانت من عائله الملك بس دي عائله فقيره. بصي بقى، مش بقى تقول لها بقول لك ايه ده انا جيت بلدك بقى يعني شوفي لنا حل يعني، لا، الحمى قاعده في البيت، ورعوس نزلت تشتغل في الغيط، في حقل، حقل بتاع واحد اسمه بوعز. تشتغل عاملة، متخيلة، بعد ما العائلة الملكية دي بتشتغل عاملة عشان خاطر تأكل حماتها. بصي بقى كمان رد الفعل الأعلى، بوعز عرف القصة دي إنها بترعى حماتها وهي جاية من بلد بعيدة وارتبط بحماتها، ما رضيتش تسيبها لأن نعمة كانت كبيرة في السن. أعجب جدا بالمشهد بتاع الحنو قوي ده، والعطف الكبير والأمانة بتاعت رعوس. فكانت رعوس ترجع كمان تحكي لحماتها كأنها أمها، فحماتها جامد جدا في العلاقة. حماتها بقى فكرت في حاجة،
انها تخطط لها ان ان بوعز يتجوز رعوس. ودي بقى القصه الثانيه، بقى النقله الثانيه في القصه، ان بصي تخلت بقى عن مشاعر ابنها اللي مات. لا لازم تقعد حد مكان ما تاخدش ده مكان ابني. ولازم تكوني امينه، والغيره اللي بتحصل بقى دي لا لا لا. بصي قد كده القيمه الانسانيه العاليه جدا. وفعلا نعمة قالت لها انا موافقه بس نعمل كذا 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 كذا، وفعلا بوعز التفت لرعوس وتجوزها. يعني ده المشهد بيكافئها في الاخر. برافو بقى المشهد الانساني. المشهد بقى الالهي بقى ان ربنا كافئها بقى، عمل ايه؟ ان جه من نسل رعوس وبوعز. ان السيد المسيح اللي اتولد ده النسل بتاعه جاي من رعوس، والدول ورعوس هي احد اتنين ستات اتذكروا في سلسله الانساب بس رعوس منهم. ربنا ما بيضيعش، يعني معنى كده ان الكلام ربنا ما بيضيعش تعب حد فعلا. طبعا. وده اللي انا حباه النهارده يا ابونا، يعني انا اللي سمعته من كلام قدسك، وبدايه يعني قدسك استرشدت بكتابنا المقدس والانجيل وهو حياه. حابه ان يعني دي الصوره الفعليه المثالية. المفروض اللي تبقى موجوده بين الزوجة الابن والحما، وهي العلاقه الطيبه. كل منهم يبحث، دي كمان الابن كان متوفي، فما بالك ان الوقت ممكن كمان يكون الابن بين الاثنين، فهم اولى بان تكون علاقه بينهم طيبه بالشكل ده، كل واحده فيهم تعمل. يعني انا النهارده فعلا اسمح لي يا ابونا ان اوجه يعني لكل اللي بيشاهدونا وكل الاسر اللي عندهم مشكله او ما عندهمش مشكله او داخلين على ارتباط بعد كده، ان هم النهارده فعلا اللي عنده مشكله يعني يسمعنا، وفتح قلبه لربنا يمكن يسمع صوت ربنا، وفعلا ربنا قادر انه يحل اي مشاكل، ربنا قادر يدوب اي خلافات في العلاقات بين الناس. يعني اذا اعتبرنا ان ده صوت ربنا النهارده، انه يبعت لنا شخصيه زي رعوس ونعمة، ده يعني مثال، ده نموذج جيد. نموذج جدا. لان ربنا ما بيعملش في كتاب مقدس اي حاجه وخلاص جيد. يعني ده نموذج ربنا عايزه. ارجوكم اسمعوا صوت ربنا، ارجوكم حسوا بان ده اللي ربنا عايزه. ربنا عايز البيت يبقى فيه سلام، فيه محبه، زي ما هنشوف كمان شويه. اسمح لي يا ابونا نطلع لفاصل، وللاسف هو نوع تاني خالص من العلاقه بين الحموات ومرات الابن، وهي حماه مشهوره عندنا جدا، وهي جيجي. وهي انا بشكر طبعا فريق العمل المسؤول عن جيجي انهم سمحوا لنا ان احنا ناخد الحلقه دي. هي حاجه طبعا فاني لكن جميله، يا ريت حضراتكم تتابعوها معانا بعد كده على ميستات. هنطلع نشوف جيجي ونشوف علاقتها بحماتها شكلها ايه. اكرهك يا حماتي، مش طايقه اعيش معاكي، كل شويه شغل شغل، ابعدي عني، عايزه مني ايه يا جيجي؟ انشري الغسيل. حاضر يا حماتي. يا جيجي ادفعي على الاكل لا يتحرق يا جيجي. حاضر يا حماتي. تعالي نظفي هنا يا جيجي. اوف. حاضر يا حماتي. يا جيجي المنديل بتاعي اللي نفيت فيه من يومين مش لاقياه، تعالي دوري لي عليه يا جيجي. اتسي. ايه ده، هو انت عندك انفلونزا الخنزير يا حماتي؟ الفلونزا بني ادمين عاديه. يا جيجي يا جيجي وراكي شغل كتير يا حبيبتي، غسيل ومكوه وطبيخ ومسح، يلا بسرعه بسرعه بسرعه. هو مفيش غير حل واحد عشان اخلص منك. انا فكرت كتير وقررت يا عمي ان احنا نحط لها السم في الاكل، وانا جيت لك يا عمي علشان تشوف لي سم الفرين يكون كويس كده ينفع اللي زيها. شوفي يا جيجي الموضوع سهل خالص، بس سيبيني انا احلهولك بطريقتي. احنا لو اديناها سم سريع المفعول وماتت في خلال يوم اكيد الناس هتشك فينا، اما بقى لو ادينا لها السم بطيء المفعول محدش هيشك فينا. بس لازم بقى في الفترة دي تعمليها كويس قوي، وهو السم كده كده هيشتغل في خلال يعني 3 أشهر. انا هخلص منك يا حماتي. ايه رأيك في الفكرة دي؟ يا عمي يا ابو الافكار يا جامد، ايدك بقى على السم بسرعة. خدي يا حماتي بالهنا والصفة، صنعت ايديا وحياة عينيا. شكرا يا جيجي. هو ايه ده يا اخويا، هو مش جايب مفعول ليه؟ مش يمكن اكسبايرد؟ ما يكونش سم منتهي الصلاحية، ولا يمكن سم بطير مفعول؟ كله هيبان كله هيبان. لها 3 شهور بتعاملني حلوة قوي،
وانا حاسة اني بقيت بحبها زي بنتي تمام، وبقيت بخاف عليها من الهوا الطاير. الحقني يا عمي، انا خلاص مش عايزة حماتي تموت. انا بقيت احبها زي ماما. شوف لي حاجة تبطل مفعول السم ده ارجوك علشان خاطري. خلاص يا جيجي، اعتبري السم فيتامينات. انا كنت متأكد يا جيجي ان بالمعاملة الحلوة والحب اللي انت بتقدميه لحماتك هتحبوا بعض اكتر، وكل المشاكل اللي ما بينكوا هتتحل. صحيح، لان المحبة يا جيجي لا تسقط ابدا. الحمد لله، انا بقيت بحبك قوي يا جيجي. ربنا يخليكي ليا يا حماتي. اهلا بيكم مشاهدينا في البيت. وبعد ما شفنا العلاقه بين جيجي وحماتها، انا تعبتني جدا جيجي، بس الحمد لله في الاخر ربنا هداها ورجعت للمحبه. لكن اسمح لي يا ابونا في الاول اشكر فريق العمل الخاص بجيجي والاستاذ ميشيل جرجس بوجه خاص على تعبه فعلا وتعب محبته. اتسابونا، شفت عايز تعمل فيها ايه؟ انا سعيد ب عايزه تموتها ولا ايه؟ انا سعيد بجيجي عامه، يعني هي جميله دي، كل الناس دي ميزه في ميزات. الحمد لله. صحيح. يعني ابونا ايه رايك؟ هل العلاقه ممكن توصل ان انا عايزه اموتها ولا حاجه؟ ولو بيبقى احساس انفعالي في وقت معين مش توصل بالصوره طبعا دي. لا، هم مزودين عشان فاني طبعًا بس كاريكاتير يعني. لكن بتوصل لاحساس اني لا، انا مش عايزاها في حياتي حقيقي. يعني اتخيل الحياه من غيرها هتبقى لطيفه. الحياه من غيرها بتبقى لطيفه. عايز اقول شويه نقط مهمه للفكره نفسها. ان دايما بتبقى احساس الزوجه ان البيت ده مملكتها، وتتخيل انه ان المملكه دي هي على راسها، وانها وجود الام او الحما او احيانا ابو زوجها بقى يعني حماها، ان ده يكسر وجودها. بس ده شيء مش مظبوط. ليه؟ اللي تعمل كده هتبتدي يبقى في مشاكل بينها وبين زوجها برضو في المستقبل على مستوى الذات. مين بقى؟ لا لا لا، دي انا اللي هعمل. يعني ايه؟ يعني نوعيه الشخصيه دي يا اما هتخبط في حماتها يا هتخبط في جوزها، لانها عندها مشكله. فكره الحياه نفسها لابد مرتبطه بانها تكون هي الاولى دايما. ده اولا. لكن عندنا برضو مشكله تانية، احيانا تكون الحما كمان هي المشكله فعلا. يعني بقى يعني قد تكون الزوجه عندها انحراف نفسي، انها داخله وهي حاسه انها داخله حرب. ينتصر، انا عايز انتصر واقصي الملكه القديمه واجلس على عرش انا البيت. او احيانا تبقى المشكله في الحما نفسها برضو، انها بتشعر اني ده بيتي اللي انا عشت فيه 30 سنه ولا whatever يعني، وده ابني اللي ليا فيه حقيقي، وان دي جايه بقى على الجاهز كده حضرتها يعني تاخد مني بيتي وابني واطباخي وضيوف. لا لا، ما ينفعش. فده كمان فكره برضو غريبه. الاثنين عندهم اقصى انحرافات. لو الاثنين حسوا ان لا، ما فيش حاجه اسمها ده بيت مين، لكن دي حياتنا كلها. الحياه نفسها حياته عاش مشتركه بحب، ان بالعكس اشعر ان في حد معايا في البيت اقدر اتبادل معه حب. ودي الحياه، ربنا خلقنا نتبادل مع بعض حب. ما هياش كائن غريب عني، سواء الزوجه بالنسبه لمرات بالنسبه للحما او الحما بالنسبه للزوجه. علشان كده مهم قوي ان يكون في قيم بنحطها قدام عينينا دايما. يعني من القيم المهمه قوي اننا نكون بنحترم الكبار عامه. يعني ايه؟ يعني البنت اللي وهي في بيتها ما عندهاش قيمة احترام الأب والأم، مش هتحترم حماتها لما تروح البيت. حقيقي. فقيمة احترام الكبير دي قيمة مهمة. قيمة تانية لابد أنها تكون موجودة أصلا في التربية، يعني وإحنا بنربي أولادنا نعمل ده، احترام المشاعر. إن مش بسهولة أجرح حد، إن مش بسهولة أخلي حد نايم زعلان ولا متضايق ولا بيبكي وأنا مش فارق معايا طالما أنا بنفذ اللي أنا عايزه. شيء تاني لابد يتحط قدام عينين سواء الـ الكل، يعني أننا البيت هو أهم شيء عندنا. لأن تخيل أن أحيانا يبقى عندنا شعور
إننا بنخاف على مشاعر الآخرين خارج البيت، لكن ما نخافش على مشاعر اللي عايشين معنا في البيت. وأحيانا نتزين ونلبس ملابس تخفي عري نفوسنا أمام الآخرين، لكن نيجي عند البيت ما عندناش مشكلة أن يظهر عرينا، سواء في كلمات مش لطيفة أو سواء إن إحنا نجرح أو سواء إن إحنا نخبط، وفتحت في اعتبارنا إن دول لازم يحتملوا. بتبقى فعلا سيدة ظريفة ولطيفة جدا برا، ولو أنت رحت زرتهم مرة مفاجأة تسمع صوتها جايب آخر الدنيا وكلام أنت متتوقعه. وحتى لو ما زرناهمش، ده أحيانا نقول دي لطيفة، ييجوا بقى اللي في البيت يقولوا أنت بتتكلموا على مين؟ بتتكلموا على مين؟ بتتكلموا على مين؟ على فلان. ليه بقى؟ لأننا بنخاف على مشاعر الآخر اللي بره البيت، مش عايزين نفقده. لكن اللي في البيت عندنا ما هو نايم، ما هو قايم، ما هو قاعد، هيفقد يروح فين؟ حقيقة أحيانا نقول الامتلاك أو الضمان بيخلينا ما نحسش ببعض قوي. آه، ولكن حتى أحيانا يجي عند وقت معين ما عندناش مشكلة نعمل اللي هو عايزه، لكن أنا بجد ذاتي في اللي بره. عشان كده مهم قوي نحط القيمة دي. البيت هو الأول حاجة. تصور السيد المسيح لما جاي حتى يرسل تلاميذ قال لهم إيه؟ قال لهم أرسلت إلى خراب بيت إسرائيل الضالة، وقال لهم تهتموا أولا بأورشليم البيت بتاعنا، وبعدين السامرة، وبعدين أقصى الأرض، عشان يحط لنا خطة إحنا كمان نعمل كده. لابد البيت الأول، وبعدين جيراننا وإخواتنا، وبعد كده كل الناس نخاف على مشاعرهم. حاجة تانية لازم نقولها للزوجة مهمة قوي، إن الحياة بتدور. النهاردة أنت في دور زوجة شابة هتكبري، وبكرة هتبقي حما. النهاردة اللي أنت بتفكري فيه دايما بينسوا ده. افتكر أن بكرة ممكن يحصل أنك هتحط في نفس الموقف. قولي لنفسك دايما كده، أنا لو في الموقف ده هتعامل ازاي؟ ده فعلا هيسهل العلاقة بينهم جدا. لو سمحتي لي يا ابونا، النهاردة أنا معايا 6 أنواع من الحموات، وفرشتة كده بسيطة هقول ازاي الزوجة تتعامل معاهم بسرعة، وده من خلال أسئلتنا برضو. وكمان مشاهدينا في انتظار اتصالاتكم. احنا لاحظنا في معظم الحلقات اللي فاتت واحنا بنعد الحلقات ان احيانا اعدادنا ما بيبقاش بقيمة خبرة الناس اللي بتتصل. فأنا النهاردة منتظرة مشاركاتكم الإيجابية عن الحما والسلبية، لأن أنا متأكدة أن في إيجابي كتير. الحما مش حد وحش قوي ولا هي حد وحش على طول، أكيد في حموات زي رعوس كده عندنا، ولا يا بونا؟ لا طبعا. انتظار مشاركة حضراتكم، واسمحوا لي أقول لكم عن أول نوع عن الحما، وهي الحما الودودة. وهي شخصية سهلة التعامل معاها وكسبها ببساطة جدا، أن أنت تبقي أنت كمان ودودة وبتعامليها على أنها مامتك، هي هتبقى سهلة الإرضاء جدا، أي حاجة ترضيها وأي حاجة تكفيها. دي أول حما معانا. ومعانا بعد كده يعني حما فضولية وحما الغيورة والحما المستغلة، عندنا أنواع كتير، عندي 6 أنواع من الحموات هنتكلم عنهم خلال الحلقة. اتسابونا هرجع تاني للأسئلة بقى. هل أي بنت تصلح انها يعني انا شاب قرر يتجوز هيروح يتقدم لاي بنت، ولا لازم بقى لها مواصفات خاصه اللي تصلح انها تعيش في اسره تانية او وسط عيله تانية؟ يعني هل بيبقى فيها مواصفات يعني خاصة؟ اذا كان هو ظروفه يعني تقصدي الماديه او الاجتماعيه يعني بتحتم عليه ان هو يرتبط بزوجه تعيش معاه، عايز اقول كده حضرتك. يعني مش شرط، انا لا بشوف بعض الناس عشان ما نظلمش الناس، مش شرط ان يبقى فيه ظروف ماديه فقط، ولكن هو ابن بار بوالدته، زوجها توفى من سنين وهي قاعده تربي ولادها، صحتها مش قدها، مش شيء، هو ابن وحيد، في ظروف كتير ممكن تخلي غير ظروفه الماديه مش سامحه. عندنا اكتر من سبب ممكن يخلي الولد مش قادر يسيب مامته. هل في اي بنت تنفع تعيش في الظروف دي، ولا ممكن، ولا ليها مواصفات خاصه؟ اه طبعا، عايزين نسهل على الناس، عايزين نحل المشكله من قبل ما تبدا. طبعا مش اي بنت تصلح انها تعيش الحاله دي. للاسف ان لابد انها تكون عندها مواصفات عشان تقدر انها تتعايش دون ان تكون الحياه الزوجيه بدل ما هي حياه اكثر اشراقا للكل تكون تعاسة. يعني أحيانا الزوج يتخيل أنه بيتجوز علشان يكون البيت مستقر، دخول زوجة مع والدته البيت مش مستقر، بيتزوج علشان يبني أسرة سعيدة أولاده يتربوا في جو حلو، يتجوز
يطلع الأولاد شايفين الأم والحامل يتخانقوا والأب في النص واقع بيتخبط بين دي وبين دي، فالأولاد طالعين مش أسوية. بيتجوز علشان يشعر بأنه كمان سهل كمان على والدته أمور يعني معينة، والدته كبيرة في السن ومش قادر محتاجة حد يبقى معاها. تيجي بقى مرات الابن أحيانا تكون عاملة مشكلة. إذن لابد للزوج أنه يفكر في نوعية معينة، ولابد الزوجة اللي تقبل ده تكون عارفة أن عندها الإمكانية دي، ولو ما عندهاش تقول لا أنا مش هقدر أعيش بالطريقة دي، أو يعني إما يشوف حد تاني يا إما يشوف الأول. حل هل يبقى حل يا بونا فعلا لو في حاجة كده يعتذر عن الزواج من الأول الفتاة نفسها أو الزواج عامة يعني، ولا من الأخت دي؟ هو جاي يقدم لها، هي شايفة في نفسها أن هي مش هي كمان. لابد يكون فيها إيه بقى؟ نمرة واحد، لابد تكون قلبها كبير بتحب قوي. طب نعرف الحاجات دي ازاي برضه؟ هي نفسها تكون عارفة، يعني هي عندها إمكانية حب. إمكانية حب للآخر دي مهمة قوي، مش حب خاص. بمعنى إيه؟ بمعنى إني في ناس تكون عندها إمكانية حب امتلاك، عندها إمكانية حب مرتبط بارتباط نفعي. لا، النوعية دي مستعدة إنها تحب من غير ما تاخد. قضية مهمة قوي، وأكيد عندنا بناتنا كتير كده طبعا في، ولكن في لا برضو. نمرة اتنين، عندها قدرة احتمال برضو، يعني لما تشعر إن الأم دي أمي أنا وإني هحتملها مهما عملت، زي ما أنا بحتمل أمي في البيت هيبقى لي أم تانية بحتملها، عندها قوة احتمال. مش واحدة من أقل حاجة تتجرح تتقمص تروح قافلة على نفسها تقلب الدنيا، ما ينفعش دي، ما ينفعش تعيش خالص. نمرة ثلاثة، مخها كبير تقدر انها تكيف الامور. لو واحدة في مخها صغير، الام قالت كلمة ولا حاجة تروح قلب البيت، الزوج اهتم بوالدته شويتين تقول له الله وش معنى انا، ده مخها صغير مش عارفة توزن الامور بطريقة مظبوطة. يعني مخها كبير. البنت اللي داخلة على ده لازم هي كمان تبقى متفهمة كل احنا بنقوله دلوقتي طبعا. نمرة اربعة، متضعة كمان. نمرة اربعة متضعة. متضع يعني ايه؟ يعني تعرف تخدم من تحت رجلين زي المسيح ما قال للتلاميذ، قادرة تعمل كده. محبة، عندها احتمال، مخها كبير، متضعة. كده مفيش حاجة تانية؟ يعني كده نعمل لها اختبار جامد جدا يا ابونا. صديقتي البرنامج الدائمة معنا تليفون، مدام هيلين اهلا بيكي. مساء الخير. مساء الخير، اهلا بيكي. ازيك عاملة ايه؟ اتفضلي. مساء الخير يا ابونا. اهلا يا هيلين، احنا كالعاده زي ما قلت لك يعني واحنا داخلين البرنامج منتظرين تليفونك يعني. ازاي قصتك يا ابونا؟ ده شيء يسعدنا يا هيلين، اهلا بيك. ابونا انا عايزه اقول ان زي ما في نماذج سيئه في نماذج كويسه جدا. يعني انا عن نفسي حماتي ست كويسه جدا وانا بحبها وبحترمها وعمري ما تعاملت معاها على انها حماتي ابدا. هيلين بس عايز اسالك، هي قاعده جنبك؟ هما بيقولوا كده في الكنترول على فكره. بجد زمايلنا في الكنترول يا ابونا بيقولوا كده دلوقتي. يعني لا بجد. يعني او ممكن يكون يعني زوج حضرتك يعني قاعد وبيهددك يعني. لا انا متاكده ان في، لا انا مع مدام هيلين يا ابونا بجد، انا متاكده ان في نماذج كويسه، ومخرجنا كمان بيقول ان حماته امه، يعني انا متاكده ان في نماذج كويسه. اتفضلي كملي مدام هيلين. ليه ابونا كده؟ وبعمري ما تعاملت معاها على انها حماتي ابدا، بل بالعكس بعملها كانها ام او يمكن اكتر، لدرجه اني اتمنيت اسكن معاها وربنا استجاب لي وسكنت في شقه في نفس العمارة. ده شيء رائع قوي. وانا بقالي يا ابونا فتره كبيره متجوزه، وعمري عمرها سوري ما اتدخلت في حياتي الا بالخير. ده شيء رائع. رعوس تانية يا ابني. بصراحة ده مهم. ودايما تعاملني كأني بنت من بناتها. فلازم يا ابونا الواحدة لما تيجي تتجوز تدخل على أهل جوزها بمحبة. ولو حبيتهم بجد وحسوا إنها بتحبهم من قلبها هيحبوها. صحيح. حقيقي. صحيح. يعني دي نقول نصيحة منك إن شاء الله للزوجات في المستقبل. أيوة. واللي بقى مش عارفين يحبوها يعملوا ايه بقى مدام هيلين؟ لا ما هو لازم يبقى في محبه، لو بتحب جوزها
هتحب مامته اهله. مظبوط صحيح صحيح. في حاجه تانية تحب تضيفها لنا النهارده مدام هيلين؟ ايوه انا عايزه ابعت رساله حب لحماتي. يا حبيبتي ربنا يسعدكم، دي حاجه حلوه انك تكوني اول اتصال. قوي. احنا بنحييكي وبنحيي حماتك وبنحيي جوزك بجد، لان اللي انت بتعمليه ده يا هيلين ده رساله مهمه، لان في ناس كتير قوي بتقول اللي انتوا بتقولوه ده انتوا بتقولوا بس وعظات وكلام مش لا حقيقه لا، لكن اللي انتوا بتقولوه ده معناه ان هو حقيقه يتنفذ حقيقي. وانا فعلا بقول لها كل سنه وانت طيبه وربنا يخليكي لينا ودايما في وسطينا. انا بشكرك مدام هيلين على اتصالك. حابه تضيفي حاجه ثانيه؟ وان كان بجد انا سعيده ان اول اتصال لينا، وان كنت كل ثقه ان فعلا في نماذج ايجابيه كتير، وان كان في نماذج سلبيه وممكن تكلمنا النهارده، مش معنى كده ان مش بنشكرك يا مدام هيلين طبعا، مش معنى كده ان احنا مش هنعرف نصلح النماذج الايجابيه دي. ربنا موجود ودايما ايده بتغير كل حاجه. اسمح لي يا ابونا اقول النوع الثاني من الحموات، وهي الحما الفضوليه. هي حابه تعرف كل حاجه، فالمعامله معاها بسيطه جدا، الموضوع ممكن يتحل ببساطه. عايزه تعرف كل حاجه، بياكلوا ايه، بيشربوا ايه، ابنها بيروح فين، بيعمل ايه. احنا ممكن ببساطه جدا الست زوجة الابن تبقى ذكيه، اعرفها، اقعد اتكلم معاها كتير طول اليوم، اعمل ايه، اطبخ ايه، هلبس ايه، طب نجيب ايه، بمحبه شديده جدا هتكسبها. ومع الوقت الست دي الموضوع هيقل معاها شويه بشويه، اكتر حاجه بتبقى عايزه تعرفها هي معلومات عن ابنها. ايه المشكله ان مرات ابنها تريحها؟ بس ان النوعيه دي بتاعت الحما دي الفضوليه دي، ده النوع الثاني. معانا الاول الودوده الثانيه الفضوليه. الزوجه تكون فاهمه دي نوعيه شخصيه، ما هي ده اللي انا بقوله دلوقتي. ان احيانا هي اللي حابه تعرف ايه كل حاجه. احيانا الزوجه تبقى تشعر ان ده تدخل في حياتها. لا بينما هي كده، هي لو استنت شويه تعرف انها بتدخل في حياه كل الناس. كل الناس مش هي بس. مش هي بس. مش هي بس. فانا حابة عشان كده كنت اقول ده. وهو ده معناه انها بتبحث عن دور. يعني الشخص الفضولي ده اللي بيدور ده هو عايز يشبع ذاته بطريقه معينه. في البيت يا ستي اديها الاشباع ده، خليها تحس انها ليها وجود، قولي لها اخبارك حتى اللي مش مهمه. يعني كده انت ابونا بدات تتضامن معايا في انواع الحماوات. موضوع سهل جدا اصلا. ابونا احنا اتكلمنا عن البنت اللي يبقى فيها علشان تعرف تعيش في حياه فيها اسره تانية يعني. طب ولو هي بقى اتجوزت خلاص ومش عارفه تتاقلم على ده، ما لقيتش عندها الكلام ده، مش لاقي عندها الكلام ده، ايه بقى اللي يحصل؟ هل الدنيا تقف قدامنا حل من اتنين؟ يا اما انها هي شرفتنا. اسمح لي يا ابونا بعد اذنك انا اسفه جدا. معانا مكالمه من اسكندريه بنت الرب. الو مساء الخير. ايوه مساء النور. حضرتك اتكلمتيها قبل كده؟ لا. اهلا بيكي، اهلا وسهلا. انا عايزه اسال. هستاذنك بس مدام توطي صوت التلفزيون شويه. ايوه انا لغيت الصوت. اتفضلي. ايوه وتسيبونا سامع حضرتك، اتفضلي. في نوع من الحموات بتبقى طيبه وضعيفه جدا بالنسبه لاولادها البنات، وكل حاجه باولادها البنات يقولوها لها، ما تعمليش كذا، ما تساعدهاش، ما تخرجيش مع بتستجيب لطلبات ولادها البنات اللي بيقوموها على ولادها مرات اخوهم. مرات اخوهم كمان مش ابنها يعني. يعني ولادها البنات بيطلبوا منها طلبات ضد مرات اخوهم، وهي طيبه وبتستجيب لكل الطلبات اللي هم بيطلبوها منها. يبقى ايه الموقف مع نوع ده من الحموات؟ لكن ينفع هي بالفعل حد طيب يعني. بالصوره دي ابونا هيجاوب على حضرتك، ونتمنى اتصالاتك تانية. ونشكرك اخت بنت الرب، اهلا بحضرتك، ونستنى منك اتصالات تانية ان شاء الله. وتسيبونا ايه رايك؟ هي اثارت نقطه مهمه جدا، هي كانت معانا بالفعل جدا يعني. وهو بتقول انها هي طيبه، هي انسانه كويسه قوي، عايشه معاهم طيبه، لكن المشكله انها شخصيتها منقادة لبناتها. فبناتها بقى اللي طلعوا مش كويسين. ما هو ده بقى مش شرط ان الحما تبقى ام الزوج بس، دلوقتي هيبقى في الحما كده في اخوات. لا هي دلوقتي حما بس شخصيتها كويسه. لكن او يعني المشكله مش شرط في كلمه الحما اللي هي الام، الفكره بقى نفسها مين اللي بتاثر، حد من العيله بقى اللي عامل المشكله. لكن القضيه هنا بقى ايه؟ انها ضعيفه الشخصيه نتيجه ارتباطها ببناتها. فبناتها يقولوا لها ازاي انت بتسمعي الكلام ده؟ لا لازم تعملي كذا 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 كذا. خلي بال حضرتك
اذا هي ضعيفه الشخصيه نتيجه العلاقه اللي بينها وبين بناتها. اذا لو عرفت انا هي الزوجه بقى انها تكون واحده من بناتها تتقرب من اخوات جوزها. لا واحده من بناتها تتقرب منها هي. ما هي اكيد اكيد عملت. لا تخلي الثقه يا ابونا انا اللي انا فهمته من المكالمه. اسمح لي بقى ان انا اخد دور أتفضل. مره دور الحما ومره دور مرات الاب. واضح كده من المكالمه ان البنات عاملين عازل ما بين الحما ومرات الحما. دي عايشه مع مع الزوجه. لا انا مش عارفه. لا واضح انها عايشه مع الزوجه. بس واضح ان البنات عاملين عازل في العلاقه. ما هو العازل ده بينما هما بعاد. انا قاصد بقى اعمال المحبه الدايمه للشخصيه الطيبه دي تقول تخليها لما اولادها بناتها يقولوا لها اعملي كذا تقول لهم لا بس هي انسانه كويسه معايا اعمل كده ليه. لكن المشكله في ايه بقى؟ ردود الافعال العنيفه. يعني هي انسانه طيبه وضعيفه الشخصيه لما بناتها يقولوا لها اعملي كذا وهي رد فعلها يكون عنيف فتبتدي تقول اه ده عندها حق بص ده عملت فيا كذا فيبتدوا هم يقوموها اكتر. لكن نكسر الدايره شويه. تكسر الدايره تنسى اخوات جوزها. آه. تتقرب من حماتها اكتر تتعامل معاها بحب حتى ولو هي كانت بتتدخل تقول لها في بالها بس لحد ما تكسب ثقتها قوي. احيانا يكون اشخاص نتعامل معاهم بيكون عندهم فكره مسبقه عن الشخص قبل ما يتعامل. لو احنا قدرنا نغير الفكره المسبقه دي تقع حاجات كتير ويبتدي يتعامل معانا بطبيعته بحريته. دي اللي انا عايز اقولها لها. عايز اقول لها بقى ان المحبه لا تسقط ابدا ابدا حتى لو بعد فتره. اه هيقعد كده هتفتكر الامور دي. وده نفس الكلام اللي كنت عايز اقوله بقى للسؤال بتاع حضرتك اللي قلتيه. آه. ان لو هو حصل انها بس التليفون. اه ما انا عارف حضرتك. آه. ان خلاص حصل ان انا اتجوزت ووقع في مشكله مش عارفه اعيش اعمل ايه بقى. قلت لحضرتك حلين. حل اولاني انها تحط بلان ازاي تكسب حماتها. بلان تكسب حماتها. البلان ده يبدا من انها تكون في بالها ازاي اكسبها. اه انا عارف ان في تليفون تاني. اتفضل يا هنا هنكمل بعد التليفون. انا مش عايزه ازعل الناس طبعا. انا اسفه جدا لان انا فعلا انا حاسه ان النهارده الحلقه مبنيه على خبراتهم. اه قوي طبعا. آه مساء الخير معانا استاذ عريان من شغل. الو مساء الخير يا فندم. مساء الفل يا فندم. استاذن حضرتك استاذ عريان ممكن نوطي صوت التلفزيون. ماشي وقتي التلفزيون شويه هكذا وقتي التلفزيون. اهلا ماشي. بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا استاذ. اتفضل يا فندم. ممكن بس اتكلم ابو الانجيل. سامع حضرتك. اتفضل. ماشي اتفضل يا فندم. الو انا ابو الانجيل. انت منور الشاشة صدقني. تعيش. اشكرك اشكرك. انا عريان من السرجي. اه اهلا وسهلا. كنت اجيلك في الكنيسه. اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك. انا رحت لك الاسبوع اللي فات يا واد صابونه عشان تصلي لي ما لقيتكش في الكنيسه يا واد صابونه. ما احنا ان شاء الله. اهلا بيك يا واد صابونه. اهلا بيك. تعالى في كل حاجه. رحت لك شغل عشان اطلع عليك ما لقيتكش. طيب في سؤال. انت علاقتك بحماتك شكلها ايه يا استاذ عريان؟ الحمد لله توفت. توفت ليه الحمد لله؟ الحمد لله توفت. ليه الحمد لله؟ ليه الحمد لله يا استاذ عريان؟ الاتصال اتقطع؟ طيب استاذ عريان معانا؟ طيب احنا هنستنى. اسمحوا لي في ناس كتير بتسال على مواعيد اوتسابونه. اوتسابونه موجود في ابو سرجه الحد والجمعه من الساعه 8 كل يوم. ده القداس يعني. القداس اللي عايزه يروح هناك. ارجوكم البرنامج مش مخول ليه يديكم مواعيد اوتسابونه. انا طبعا انا اسفه اوتسابونه يعني. انا بستغرب ثاني مره واحد ياخد مني ميعاد على الهوا يعني. لا ده احنا بيجي لنا اتصالات كتير للاسف بس هم بيقولوا لنا من بره فبنقطعها. معانا كمان اتصال ثاني. مين معايا؟ استاذ مجدي رياض من شبرا. استاذ مجدي مساء الخير. سلام يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. اتفضل قد صابونه سامعك. كنت بس مساء الخير يا صابونه. اهلا وسهلا. كنت بس بقول لحضرتك يعني بالنسبه للحموات وبالنسبه لمرات الاب كمان. ايوه. طبعا انا صراحه عندي يعني الله يرحمها حماتي طبعا لكن هي عايشه الاثنين زي كان زي العسل يعني معايا يعني. كويس كويس. بصراحه ما شفتش منهم حاجه وحشه. وليه دايما الحما البنت اللي بتشتكي منها مش الراجل يعني. ما شفتش راجل بيشتكي من حماته زي ما البنت بتشتكي من حماتها.
لا طبعا في رجاله كتير بتشتكي من حماتها كتير يعني، بس انت يمكن عشان ما يعني ما تسمعش زينا. هي النسبه اقل بجد. لا لا بالعكس. ده يا ابونا النسبه اقل. لا انت معانا يعني استاذ مجدي، هي دايما الام البنت بتحب كسبه ولد فبتقعد بقى تحافظ عليه. لا لا بالعكس بالعكس برضه، حتى الرجاله تقول حماتي بتتدخل في حياتي حماتي. لكن بص يا استاذ مجدي، طبعا انا سعيد بان خبرتك في القصه مهمه، بس انت اضفت لي حاجه مهمه. بتكلم عن مرات الاب ودي حاجه مهمه. بالظبط. اشكرك انت ضفت لنا حاجه مهمه، ان كمان مرات الاب هي شخصيه ما هياش الام لكنها بتعيش في البيت. حابين نسمع تجربتك. شيء رائع جدا من انت مجدي. انا حابه اسمع تجربه حضرتك بقى. بالنسبه لتجربه حضرتك، انا والدي الله يرحمه كان متزوج من مرات اب، وكنا خمس اخوات يعني. صراحه يا لقيتنا احسن مراعيه يعني، لقيت كلنا رجاله واتجوزنا وهي خلفت والولاد اتجوزوا وخلفوا، كنا عايشين مع بعض لغايه يعني الحمد لله لغايه دلوقتي يعني في منتهى الجمال. ده شيء رائع. انا بشكرك. ده كمان هي جابت اولاد تاني وعاشوا مع بعض. انت بتقول لي بتوصف لي حاجه رائعه بقت نادره جدا، ان بيت كله حب. ده اللي احنا عايزين نقوله، اللي بيزرع حب لازم تطلع ثمره حلوه زي اللي انت بتقولها دي. شيء رائع قوي. ارجوكم الحاجات اللي انتوا بتقولوها دي ده بيعتبر خطوط مهمه لكل البيوت. ارجوكم املوا البيت حب، املوا البيت سعاده، املوا البيت فرح. استاذ مجدي حابب تضيف حاجه تانية؟ لا شكرا. بجد انا بشكرك على اتصالك وكمان على امانتك في ان انت تشكر زوجة والدك، وده شيء انا اتفاجئت النهارده، انا كنت متوقعه ان الحلقه. بشكرك استاذ مجدي على اتصالك طبعا، ومنتظرين اتصالاتك في الحلقات الجايه. انا كنت متوقعه ان الحلقه النهارده هتبقى كلها شكاوى صراحه، تعب، لان الايميلات اللي كانت جايه كانت يعني، لكن واضح ان الوضع الحالي في نماذج طيبه، الدنيا ممكن تبقى كويسه يعني. ده شيء انا مبسوطه بيه جدا. ممكن يعني ربنا بس مدبر ان دي في الاول، يمكن هتجي لنا مشاكل. معلش بس الدنيا فيها حاجه كويسه. انا كنت يعني شاكه ان اللي هيتصل اكتر اللي عنده سلبيات. اسمح لي يا ابونا اقول نوع من الحمى ونرجع نكمل السؤال اللي انا سالته. اتفضل. اسمح لي، وهي الحمى الغيوره، وده نوع متعب شويه. هي بتغير من مرات ابنها، من شكلها، من تصرفاتها، وده هيبقى عبء شويه على الزوجه او مرات الابن ان هي بس تراعي ان هي ما تتزينش كتير قدام حماتها. ده يبقى اصلا يعني في الخصوصيه اكتر بينها وبين جوزها، ما تتكلمش كتير عن معامله زوجها ليها، ما تسيرهاش بحاجات هي متميزه فيها، وتحاول دايما تقدمها الله، انت الافضل، انت الاحسن. لو هي سنها مش كبير تحاول تجيب لها من الحاجات اللي هي بتجيبها في البيت، الاواني والحاجات دي كلها. ده برده هيأثر المسافه بين الحمى الغيوره ومرات ابنها. هرجع تاني للبنت اللي ما تعرفش تعمل كده وخلاص، هي فعلا اتجوزت ومش عارفه تبقى فيها السمات اللي ابونا اتكلم فيها. قلنا المحبه لا تسقط، زي ما حضرتك بتقولي الحمى الغيورة دي. لو البنت بقى للأسف يعني، طبعا يا ماما انت لسه بتتكلم. لا انا قاصد بقى لو مرات الزوج بقى جابت لحماتها هدايا وتقول لها بصي انا شايفه ده هيطلع عليكي حلو قوي، ده نوع من انواع فعلا هو كسر وجود العلاقه بينهم وبين بعض. طبعا الاحساس بانها مش منافسه ليها قضيه مهمه قوي. الام الزوج لما تشعر ان دي جت علشان تقولي لا، جت علشان تعصي ابني عليا، اصل احيانا برضو فجاه تلاقي الواد اسف يعني الزوج او ابنها يعني اتقلب على امه، فتقول له يبقى مراتك عملت كذا. لازم نتحاشى ده تماما. لازم اذا كان حتى هو ثار على والدته، الزوجه تقول له لا ما ينفعش، ارجوك البيت له سلامه، فلابد انها تعمل ده. تقدم محبه زي ما قلت من في البدايه خالص، تعمل بلان للمحبه يعني، تخلي ده توجه عندها يعني. هي داخله لقت مشاكل تقعد كده تصلي تقول ربنا بص يا رب انا عندي دلوقتي قصه مهمه لازم تدهاني، وسع قلبي اقدر احتويها. كل ما هي تقدر تعمل كده هتقدر انها تكسر المشكله. محبه، تعمل بلان محبه حتى لو ضد شخصيتها بقى يعني. لو هي انسانه كانت قبل كده تقول بقى انا كنت معززه في بيتي وكنت بعمل وكنت بسوي وكنت ماشي، لكن انت دلوقتي بقيتي في وضع لازم تاخدي بالك منه. نمره 2، ودي قضيه تانية مهمه، انها لو عندها اولاد تاخد في بالها دايما انها ما تحسسش الحما او الام ان الاولاد عندهم
الاولاد بتوعها هما بس، ما تروحش ما تروحش للحما ولا يقعدوا معاها. احيانا الحما تشعر ان الام واخده اولادها وبتاكل وحدها، بتعمل حاجه ليه؟ عشان اساس ايه؟ عندنا قضيه تانية بقى، لو حصل ان مشكله انها مش قادره تعمل كده، لا لازم تاخد قرار هي وجوزها ان هما يشوفوا مكان تاني بره، حقنا بقى لنزيف الحياه اليومي اللي بيحصل. اتسابونا، احنا سمعنا الناس معانا في الاستوديو، لكن معانا كمان اراء بعض الناس حابين نسمع ارائهم ايه في الحما. هنطلع مع حضراتكم واتسابونا نسمع ونشوف الناس قالت ايه كمان عن الحما. هو اكيد اختلاف التفكير، اختلاف الاجيال، كل جيل بيفكر بطريقه معينه. يعني انا اكيد برضو اولادي بينظروا لي ان انا اصبحت جيل قديم بفكر بطريقه قديمه، فهو اختلاف طريقه التفكير بالنسبه لكل جيل واختلاف وجهات النظر. هما لازم يعني عشان لازم يقربوا من بعض ولازم يقربوا وجهات النظر بس، لكن مش اكتر من كده. اكيد اختلاف مش اكتر من اختلاف وجهات النظر وطريقه التفكير. يعني الاختلاف وجهات النظر، لكن انا شخصيا عن نفسي عن تجربه شخصيه ما كانش في اي خلاف بيني وبين حماتي، بالعكس دي عاشت معايا 11 سنه وكانت اكتر من والدتي. فده بيبقى عشان اختلاف وجهات النظر، وبعدين جو جديد بالنسبه للزوجه او بالنسبه للحامه انها شافت شخص جديد جه في العيله، حل اخذ ابنها منها او حل محل بنتها او بتاع، فبيبقى شعور يعني غريب عليها جديد. لكن المفروض ان الاثنين يتاقلموا، ده يتنزل شويه وده يتنزل شويه عشان العجله تدور. يعني مفيش خلاف بين حموات، لو في محبه مبقاش في خلاف، لو في محبه كل الناس تحب بعضيها. لكن واحد واخد بنت واحده يفكر انها، او بنت واحد يفكر ان ده عدوه، يعني خلف له بنت او هي خلفت خلفوا لها واحد، تاخده بمعنى عدو ليها، ما تاخدوش ليها بمعنى ام تعبت وام رضعت وام كبرت وام علمت وخدته على الجاهز منها. ونفس النظام برضو هو يبص انه في اب علم وربى وتعب، برضو يقدم ليه الشكر، ده جزاء المعروف. يعني جزاء المعروف لازم يحترموه ويقدروه، وشكرا على اللي انت عملتوه ليا ده. بحس ان الحما عامه بتغلي على ابنها، عشان بعد ما بتربي يعني وبيبقى كذا سنه بيكون عايش معاها بيبقى الواحد غيرها في الاخر. في حموات بتبقى شديده وفي حموات بتبقى كويسه. يعني في حموات تتعامل زي الام، بتحس مرات ابنها دي زي بنتها بالظبط، وفي حما بتخش اكن خدت ابنها دي زي خدت عينها. وانا بيعجبني اول برنامج اللي انتوا بتجيبوه بتاع الرسوم المتحركه اللي هي جيجي، بتاع جيجي بتعجبني قوي قوي، بعد اتفرج عليها حماتها وبتاع وكده. هو ده اللي بيحصل فعلا، يعني في حموات بتبقى شرسه وفي حموات بتبقى حلو تتعامل حلو، ودي الحلوه دي انا شال يعني تتشال ويتعمل لها كل شيء حلو. لكن اللي شديده دي وتخش وتطلق مش عارفه ايه عند مرات ابنها وتخش تفتش وهي مش موجوده وتخش مش يعني في حاجات كتير. مساء الخير مشاهدينا واهلا بكم تاني في برنامج البيت. اسمحوا لي اخد تليفون، طبعا سمعنا كل الكلام وشكر خاص لواتسابونا اللي برضو اسرانا في الاراء كمان. معانا بنت المسيح من الزيتون، مساء الخير. اهلا بحضرتك، اتفضلي. اهلا بيك. الحقيقه يعني انا حماتي توفيت، يعني لما توفي لما جت لي قعدت غير عني. معلش هستاذنك بس تعلي صوت حضرتك شويه. قول لحضرتك حماتك متوفيه. مش عارفه اكمل كلامي. انا سامع حضرتك يا اتفضلي. ايوه لكن لما جت تتوسع يعني ما جتش قعدت غير عندي في البيت. على اساس ان انا اللي كنت اخدمها، رغم ان كان ليها ابنه وابني، ما راحتش عند حد تاني وجت وقعدت عندي حوالي 15 يوم وتوفت يعني. وكنت طبعا بخدمها وما فيش اي حاجه يعني. يعني انا سعيد بيكي جدا، بس كده
هو ايه مفيش مشاكل في الحموات ولا؟ الحمد لله. لا الحقيقه يعني احنا مش عايزين مشاكل الحمد لله. نشكر الله يعني بيوتنا كلها كده لطيفه كده، امال المشاكل بتجي لنا في الاطراف ده بيجي لنا منين يعني؟ امال هتشوفوا الاتصالات اللي جايه. صدقني ان الواحده تعامل حماتها كانها مامتها يعني. طبعا ده شيء مهم. لكن كمان انت بتضيف لنا برضو جزء مهم تاني كمان في الحياه، ان لما عيت ما اتمنتش نفسها الا عليكي انت، مش على بناتها. يعني هي جت واتخدمت لغايه لما راحت الى تقابل ربها يعني. ده شيء رائع، ده شيء رائع. في حاجه تانيه حابه حضرتك تقوليها؟ شكرا. انا اولا بشكرك لاختيار اسم بنت المسيح، لان انت فعلا مثال جيد وفعلا بنت المسيح، ونتمنى ان كل بناتنا يبقوا بنات المسيح كده. شكرا. وبجد ربنا يعوضك خير في خدمتك لحماتك، ونتمنى ان كل بناتنا يبقوا كده. بنشكرك وهنستنى اتصالات ثانيه ان شاء الله من حضرتك يا فندم. تمام ان شاء الله. اتسابونا نرجع لموضوعنا تاني، وكل الدنيا بيس وكويسه. خلينا نعمل مشاكل بقى تقريبا يعني. لا احنا مش هننبر عليهم الحمد لله يعني. في عندنا ايه؟ طب تسمح لي اخد تليفون برضو. الناس بتزعل، بس هي المشكله ان الكنترول بيبلغوني ان احنا يا اما بنتاخر. انا مش ببقى قصدي اتاخر، بس قصدي ان حضراتكم تاخدوا المعلومه كامله من قدس ابونا. اتفضلوا معانا استاذ وحيد من المقطم. الو الو، مساء الخير استاذ وحيد، اهلا بيك. مع حضرتك يا فندم، سامعك، اتفضل. مقبل ايه يا استاذ؟ اهلا اهلا. لو سمحت بس عاوزين نعرف في حمام انا هنا. في ايه؟ انا مش سامع. كلمه حمام معناها ايه؟ كلمة حما معناها ايه؟ هذه كلمة عربي. وجات ازاي؟ كلمة عربي معناها يعني، ده لغة عربية. الحما والحمو اللي هو بالبواو، ده يبقى الـ 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 الابو الزوج او الابو الزوجة، وهي يبقى يعني تبقى الجدة للاولاد، او سواء الزوج او الزوجة يعني. ده كلمة عربي، لغة عربية. في حاجة تانية تحب استاذ وحيد تسألبون عليها؟ لا لا انا بس يعني بالانجليزي. طب اخبار حماتك ايه طيب؟ سوري يا رفاق، بالانجليزي بالانجليزي جراند مادر، يعني الام الكبيرة يعني. دي طريقة، جراند مادر الام الكبيرة، او جراند فادر الاب الكبير، الاب الكبير الام الكبيرة. لكن في اللغة العربية ليها لفظ دقيق يعني محدد. استاذ وحيد لسه ما عندوش حما. احنا بنشكرك على اتصالك ومنتظرين اتصالاتك ان شاء الله في الحلقات. فكره لطيفه ان هو يسال اللي بتقوله ده اصلا معناه يعني. ايه؟ الكلمه نفسها غريبه شويه لغويا. اللغه اللغه. في عندنا في الكتاب المقدس اول حاجه بتتقال اترك اباك وامك والتصق بامراتك. اول حاجه بتتقال في الاكليل يعني. حاجه حلوه قوي وجميله بتسعدنا طبعا في يوميها. بالظبط، مش اول يوميها بتسعدنا. اول حاجه تخش ودن حضراتكم يعني، بس العرايس دي بقى اللي ماسكه معاك. تروح كده زنقاه يعني زغزاه كده وتقول له اسمع. لكن في وصيه ثانيه، وهي نقول اللي هي اكرم اباك وامك لكي تطول حياتك. الوصيه العاشره. دي حاجه يعني، دي حاجه قويه جدا وتحترم جدا، ومحدش يقدر يقول لحد ما تكرمش اباك وامك. وفي نفس الوقت، هل كل الازواج قادره انها تترك اباها وامها وتلتصق بمراتها؟ ولا هو عدم قدرة الزوج نفسه على الانفصال؟ حتى أحيانا بيبقوا في بيت تاني لكن هو برضو لسه ملتصق بمامته، ودي هي المشكلة بقى. أنا عندي ثلاث مستويات. مستوى أولاني، وهو إنسان قادر على أنه يوزن بين الوصيتين، أنه قادر أنه هو يكون هو وزوجته في حالة خاصة جدا جسد واحد، ولكن قادر كمان ان يكون وافي بوالده ووالدته. على فكره اباك وامك، عشان برضه عاملين نتكلم على الام بس. والزوجه ممكن تساعد الزوج ان يبقى اكثر بيرا باهله. ضروري ضروري. انا بعرف ناس لما كان بيتاخر عنه يسال عن باباهم ومامتهم، كانت بتقول له احنا ما سالناش، تعالى اتفضل نروح. ولو ما حصلش كده ما يبقوش جسد واحد، لان في الاخر بقت دي والدتها من خلاله، وده والدها من خلاله، ووالدتها ووالدها بقت برضه من خلالها. فاذا المستوى الاولاني. المستوى الثاني بقى في المشكلة، لو حاصل انه مش قادر يعمل ده وشخصيته ضعيفة. المستوى الثالث، لو عنده مشكلة نفسية. هي دي اللي انا بتكلم عنها، عقدة الكترا او اوديب. انا عارف ان في تليفون، ناخد تليفون وبعد كده انا هفصص الحكاية بعد انا كده. بعتذر طبعا، انا عايزة اكمل كلام قدسك، لكن برضو الناس زعلانة على التليفون. معانا بنت الملك من القاهرة، وان كنت حابة اعرف اساميكم، ده برنامجكم وده بيتكم يعني. اتفضلي يا فندم، مساء الخير. سلام ونعمة.
اهلا بيك. سلام، اتفضلي. انتوا طيبين وحضرتك طيبه. لحضرتك والاستاذونه اهلا وسهلا. انا تاني مره اشترك معاكم. انت بتشرفينا، اهلا بيكي. ربنا يخليكي. انا فرحانه جدا بالحلقه، كانت رائعه. شكرا. متابعاكم دايما. شكرا. انا عندي ثلاث حاجات بقى، هقول السلبي الاول بعد هقول الايجابي. اتفضلي. السلبي يعني انا عندنا مرات اخ بحبها جدا. مرات الاخ؟ اه. وماما كانت طيبه، ماما طيبه جدا لحد الان يعني، صدقيني. واحنا كنا بنعملها محبه ملهاش وصف. بس احنا كان في الام احنا اللي بنجيب لها مش مستنيين منها، لكن الظروف اختلفت، الحياه تقلبت. خدناها رساله في حياتنا عموما. انا دلوقتي حامه لجوز بنتي، صدقيني مش عايزه اقول لك انا يمكن انا حابه منه هو يقول لي يا ماما جدا. وبنتي بقول لها راعي ربنا في حماتك قوي. الله عليك. ربنا يكرمك حياتك في ولادك. يعني حضرتك حامه؟ انا حامه. انا سعيده بيكي جدا. حضرتك كده جيتيني من السما، انت اول حامه تكلمينا النهارده. انا حامل بنتي جوزها شهر 10 اللي فات. ربنا يسعدها. وحامل دلوقتي. ربنا يسعدها. ربنا يخليك. هي شخصيه حلوه وجوزها شخصيه كويسه، جوزها كمان انسان رائع من المسيح برضه. وحماتها بنتي المسيح اولا صدقيني، هي ربت وحصدت. وبقول لبنتي راعي ربنا فيها قوي، عشان ربنا يكرمك في ولادك. يعني انا حابه حضرتك كمان كلمي البنات كمان. اقول لك وهو انسان كمان جميل. بناتنا اللي سامعين حضرتك دلوقتي كأم وكحامه، اعتقد كلامك هيوصل لهم اكتر مننا. بصي انا هقول وجهي اللي انت بتقوليه لبنتك، قوليه النهارده لكل بناتنا اللي سامعين حضرتك في البيوت. حاجه واحده، ان انا حماتي الله يرحمها كانت انا ما اذتنيش في حياتي ابدا ولا ما اذتها. انا كنت بحبها جدا الله يرحمها، وكنت قد ما اقدر يعني هي بعيد عني بروح لها وبهديها على قد ما اقدر. ربنا يريح نفسها يا دكتور السامة، على فكره كانت انسانه كويسه جدا. فدي انا عندي كم قصه حلوين صدقيني. انا عاجبني الحلقه عشان عايزه احكي فيها كتير، بس عايزه اطول عليكم يعني. لا لا احنا سعداء بتصالح حضرتك. وفي يعني فعلا مكالمات ثانيه. العماره عندي احنا يعني اشكر المسيح، عماره كلها عندي ست فوق جميله جدا مع مرات ابنها ده وبنتها مش مرات ده برنامجكم يا فندم. انا تطويلك علينا مش بيضايقنا، بالعكس ده بيسعدنا. انا عايزه احكي لك ايجابي يعني. عم قلت يا ريت بسرعه، انا عندي ناس كتير على التليفون، اتفضلي لانه ده برنامجكم يعني. معي سامحوني عشان هقول لهم حاجه واحده. اول حاجه البنت فاهمينها قوي دورها ايه في حياتها كزوجه، وتفهمني. وبرده ام الولد، انا برده هبقى ان شاء الله هبقى حامل ام الولد ان شاء الله يعني بعدين شويه كده ان شاء الله. يعني انا سعيد بيكي. انا سعيد بيكي جدا لانك حضرتك بتقولي حاجه مهمه بنقولها دايما. المحبه اللي انت ربيتيها في بنتك انت عشتيها وشافوها اصلا لما كنت في حماتي. عشان كده انت مش كده وبس، انت بتقولي لبنتك دلوقتي. انا سعيد وانا بسمع حضرتك انك بتقولي ان زوج بنتي انسان حلو، وبنتي بقول لها تراعي ربنا في حماتك. بص بقى انت بتعملي ايه، بتسلمي زي ما بتسلمي الايمان المسيحي، بتسلمي كمان الروح المسيحيه. يا حبايبي روحنا المسيحيه هي روح محبه لكل الناس. احنا ربنا يا ابويا والابن احنا مش بنتبطل، احنا بنحبهم وبنهتم بيهم. فهتلاقيهم ساعات هم بيحسوا احنا مش بنتبسم عليهم، احنا بنحبهم بنقولهم راعوا ربنا في حياتهم. بجد انت حضرتك حد جميل. كملي كلامك وكملي رسائلك في الحموات، بس بسرعه لان انا حابه اسمع كل كلامك. كل اللي هقوله المحبه هي اللي بتفرق بيننا وايماننا بيقول لنا كده. ثاني مش هقول لك الناس كلنا عايشين قديسين يعني، لكن على الاقل بالاصول يعني. انا ربيت بنتي على مخافه وهي ربت ابنها على المخافه، ليه ما نعيش كلنا ونطلع احفاد حلوين؟ رائع. يعني انا بنتي بتقول لي ان شاء الله هتقول لك يا انا او يبقى هيجي حفيدي وحفيد حماتها. لا مش هبقى يا ماما، مش حماد. وجوز بنتي بيقول لي يا ماما احنا مش ربنا يخليكم لبعض دايما. قعدنا مره اتجمعنا انا وحماد بنتي، مش عايزه اقول طبعا. فاحنا بقولنا قلت له لا احنا مش حمامات، احنا مامات واحنا الاثنين. ده كلام انا لطيف. انا بشكر حضرتك وبتمنى انك تتابعينا. انا وبنتي واسره بنتي هستنى ان انت تتابعينا دايما وتكلمينا، وانت بجد بنت الملك يعني. صلوا لي كتير، انا بصلي لكم. صلي للسابونه ربنا يحافظ عليكم. صلوات يفرح برنامجكم ويفرح الناس كلها. اشكرك يا فندم على اتصالك. وصلوا لي دايما ربنا معاك ويعينكم. نشكرك يا فندم. نشكرك بنت الملك على اتصالك. شكرا يا فندم. معانا كمان تليفون. استاذ عماد من بني مزار، مساء الخير. انا اسفه طولنا على حضرتك. استاذ عماد مساء الخير. مساء الخير يا فندم، هستاذنك بس نعلي صوت حضرتك شويه. مساء الخير يا بان. اهلا وسهلا. انا خليك يا بان. انا خليك. الاساس في الموضوع المحبه اللي تربيها الزوجه للام.
هي الاساس في الموضوع صحيح كله. صحيح انا اولا الوالده متوفيه، اما حماتي قريبه جدا واسلوبها ممكن يبقى جاف في الكلام، انا ممكن احول حماتي دي للمحبه. انت شاطر الزوجة. انت شاطر لانك قلت لنا ان الحما يعني ما هياش عندها مشكله انها طريقتها كده، لكن انت بقى طريقتك ممكن انها تمص المشكله بازاي يعني. حتى ولا احيانا يقول لنا ايه مثلا ايه، انا حماتي بتولع الدنيا بتقول كلام مش لطيف ليا. انت بتقول لي بقى هنا مهمه ان حتى لو قالت كلام مش لطيف انا اقدر كده بصدر واسع كده اقول لها ماله يا حماتي، بس اخدها كده على جنب اقول لها على فكره بقى بصي انا ابنك، يعني انا ابنك وهقبلها منك كابنك. لكن خلي هي بقى كده بالايه بقى على الزوجه حماتي قاعده معاها، لو هي عملت الاساس المحبه بينك وبينها مش هيحصل ده كله. صحيح. مش هيحصل ايه؟ صحيح. من ان هي اساس الكنيسه. لو مظبوط 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 مظبوط. اشكرك. في حاجه تانية تحب تقولها استاذ عماد؟ لا بس هو انا عاوز ابونا يجي في صف الحما شويه. هو بس ابونا اكيد هيجي، احنا مش ضدها ابدا، احنا كل المشكله ان احنا بنعامل يعني بنتعامل مع نماذج فعلا موجوده، يمكن مش عند حضرتك لكن هي صدقني موجوده عند كتير من البيوت. بنشكرك. عشان الام بتسمع ان هو بتيجي بتفصل الحم ضد الحمى هي تقول ده هي عند يعني عندي حق. لا انا عاوز بقى ايه الايه تتجلب، لان هي نقول لها لو انت بنت كنيسه، لو انت بنت بتوع الكنيسه وتربى عيالك بطريق ربنا، عشان هي تاسس العيال بكده برضو، عشان لما تكبر العيال يعملوا نفس والديه. بص يا عزيزي ما فيش حب بقى من طرف واحد خالص، يعني الحب دايما طرفين. يعني من اللي ربيه؟ مين اللي يبدا؟ ده القضيه بقى، مين اللي يبدا ومين اللي يصر بقى، هي دي القضيه. يعني قد تكون الام هي الاكثر احتضانا حتى لو مرات الابن فيها مشكله، لكن هي عندها حب اكثر فتصر على الحب، او تكون البنت هي اكثر حبا حتى لو الحما عندها مشكله هي تصر على الحب، لكن الاصرار بتاع الحب زي ما قال الكتاب المحبه لا تسقط ابدا، لا تسقط ولو بعد حين هتجيب ثمر. استاذ عماد بنشكرك ومنتظرين اتصالات حضرتك. أقول كمان اقول كلمه صغيره بس. اتفضل يا فندم. الوحده الكبيره الحما دي كبيره مخها بيبقى متعانس فيه مع الاصغر منها. ليه؟ لان هي تلاقيها مثلا ساعه حنان مع ابنها، ساعه حنان مع كده، وبعدين بيبقى فيه نسبه غيره، لازم يبقى فيه كده. يبقى احنا عاوزين يبقى هي الصغيره هي اللي تستحمل مش الكبيره. ان شاء الله ان شاء الله. نشكرك يا استاذ عماد، نشكرك على اتصالك يا فندم. اسمحوا لي ان انا اقول النوع الخامس من انواع الحمى، وهي الحمى المتغيره. دي بتتاثر باي كلام وبتتاثر بسرعه جدا. فمرات الابن بقى تبقى ظريفه، يعني تحاول ما تسيرهاش باي كلام، تتحاول تتحاشى اي مشاكل معاها وما تستفزهاش، وبكده الامور هتبقى كويسه جدا، والعلاقه مع الست دي هتبقى لان هي متغيره يعني كل شويه بحال. فانت تلاقيها عصبيه انت اهدي، لقيتيها يعني هاديه حاولي تبقي اكثر هدوءا معاها. وتسيبونا نرجع لسؤالنا تاني. واذا كان كنت قلت ان في تلت غير قادر على قلت في تلت صور للزوج اللي ممكن يبقى عنده مشكله. احيانا يكون هو قد يكون انه قادر انه يعمل ده، ودي القضيه اللي ما فيهاش مشكله، انه قادر زي ما حضرتك قلتي يوفق بين الوصيتين، انه هو الزوجه دي حته منه وان امه وابوه برضه حته منه، يعني زي بالظبط كده قادر انه يحتضن زوجته ويحتضن كمان والده ووالدته. اللي يعمل كده ده زي ما احنا سمعنا بقى اللي هو عنده محبه فياضه ومخ كبير، زي ما انا قلت برضه للبنت بقول للزوج، بس الزوج بقى عنده قضية أهم بقى، وهي إنه الحكمة هو القائد، هو اللي بيقود الدنيا دي. يعني الزوج لو عنده حكمة يقدر إنه يعبر بالمشاكل، حتى لو زوجته فيها شوية ضعفات أو والدته عندها شوية ضعفات، يقدر إنه يوفق الأمور، لأنه هو حكيم، هو الكبير، هو اللي دايما الزوجة هتشتكي له والأم هتشتكي له. فلو هو بقى ما عندوش الحكمة وما عندوش إمكانية الحب إن هو يدوب ده ويعرف يعمل سلام بالاتنين، هنوصل للمشكلة اللي بعدها بقى اللي هو النموذج التاني، إن هو شخصية ضعيفة، إنه شخصية وأحيانا ضعيفة وأحيانا هو شخصية متقلبة، يعني يسمع من مراته يتقلب على والدته، أو يسمع والدته يتقلب على مراته، شخصية ضعيفة
مش مستقرة. لكن عندي مشكلة تالتة بقى، اللي هو عنده مشكلة نفسية، ان هو غير قادر على انه يكون زوج مرتبط بوالدته، لانه عنده مشكلة ان هو مرتبط بزوجته، لانه مرتبط بوالدته ارتباط مرضي اللي بنسميها عقدة أديب، او هي مرتبطة بوالدها ارتباط مرضي فمش قادر ترتبط بزوجها اللي بنسميها عقدة إلكترا، ودي مشكلة كبيرة. لكن القضية بقى ازاي نخرج بره المشكلة دي؟ لابد ان اي من الصورتين يكونوا قادرين على فكرة اني الاخر ده مش اخر بعيد عني، ده حتة مني، سواء الزوج او الزوجة. والام او الحما ما هياش اخر ايضا لكنها حتة مني. ازاي اعرف اوفق دي بقى؟ نعمل ثلاث حاجات. نصلي كويس لان ربنا بيقدر يوسع القلب. يقول داود النبي في المزمور: وسعت قلبي عندما حفظت وصاياك. يعني لما بقيت انا امين معاك انت وديتني حكمه وسعت قلبي. ويقول مار يعقوب: اللي يعوزه حكمه يطلب من السماء ياخد حكمه. اذا نصلي كويس. نمره اتنين، نتكلم نفتح قلبنا نتكلم، نقولها للزوجه: ايه مشاكلك؟ طب انت عايزاني اعادي والدتي؟ ونقول والدتي: حبيبتي مش دي برضو مراتي؟ نتكلم، ناخد وندي. ثلاثة، نعمل. نصلي، نتكلم، نتحاور، نصلي، نتحاور، نعمل. نعمل يعني ايه بقى؟ يعني اخدهم هما كده، اطلع بيهم رحلة فسحة كده، اخدهم مصيف الاثنين، بس اكون عامل ضوابط. اروح مثلا لوالدتي واخدها معايا اقول لها: على فكرة يعني ادي لوالدتي الهدية دي، انت اللي جايباها. واجي والدتي اقول لها: بص ايه رأيك ما تعملي اكلة كده بالظبط، حماتي بتحب الاكله دي. انا عاملاها طنط علشان خاطر انت كده بتحبيها. ايه المشكله في ده؟ الزوج ياخد مبادره، حاجه بسيطه يعني. الزوج ياخد مبادره. وتسابونا احيانا مش بتبقى الحما زي ما جالنا في المكالمه من شويه، مش الحما، الحما هي المشكله. احيانا بيبقى اخوات الزوج احيانا الحما نفسه ممكن يبقى مشكله. التعامل في الحاله دي بيبقى ازاي؟ يعني في دروب حاصل في العيله، في مشكله للزوج والزوجه اللي لسه جداد دول من احد افراد العيله دي، يعملوا فيهم ايه؟ يعني اولا لازم يكونوا صراحة مع بعض. يعني احيانا نرسم صور. يعني ايه يا ابونا؟ مين مع مين صريح؟ يعني احيانا كده نبقى عندنا مشكله لكن مش عايزين نواجهها، ويبقى كل همنا الزوج، كل همه مش عايز اسمع، ويقعد يشخط في الزوجه: مش عايز اسمع، اسكتي. فتفضل المشكله، بيحط راسه في الرمل. او يجي الام يقول لها: يعني ايه تقعدي تتكلمي كذا 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 كذا، ويشخط. طب ما تسمع. احيانا تبقى المشكله كلها ان في افكار سلبيه، يعني هي الزوجه متخيله ان الام بتقلبه عليها، في افكار سلبيه ودي اللي عامله المشكله، او الام برضو حاسه بكده في افكار سلبيه. او احيانا يبقى محتاج بس اننا نخلي فيه جو لطيف يعني في الحياه مع الكل. نفس هتبقى معامله، نفس المعامله او الحاله كانت المشكله مع الحماه هتبقى مع كمان، حتى لو في فرد اخ او اخت او الحما نفسه، اعتقد هياخد نفس خط التعامل اللي هنعمله مع الست. طبعا طبعا. اتسابونا تسمح لنا ناخد دكتور ابراهيم فتحي، خبير العلاقات الزوجيه. مساء الخير يا دكتور. دكتور ابراهيم الخط اتقطع. طيب هنحاول من فضلكم. معانا كمان مدام لورنس من القاهره. الو، مساء الخير مدام لورنس، اهلا بيكي. مساء النور، ازيك يا استاذه؟ اهلا بيكي يا فندم. كل سنه وحضرتك طيبه. حضرتك طيبه، اهلا بيكي. انا بهني حضراتكم على البرنامج الجميل. اشكرك على ذوقك. وحابه اعيد على اوتسابونا من فضلك. اتفضلي. سامح حضرتك يا فندم، اتفضلي. اهلا بيكي. اهلا وسهلا. ازيك يا اوتسابونا؟ اهلا وسهلا. بنتك لورنس. اهلا وسهلا. بقول لاوتسك كل سنه واوتسك طيب، وسنه سعيده على اوتسك. تعيش. اشكرك. أنا بقول مبروك البرنامج الجميل ده، والحقيقة هو بيطرح موضوعات جميلة. شكرك. وموضوع الحما ده موضوع مهم جدا، وعايزة أقول حاجة كمان، إنه أنا يعني متجوزة من سنين، وجوزي كان الابن الأصغر أخ العنقود، فكانت مشكلة. مامته بتحبه جدا، متعلقة بيه طبعا، ولما كانت تيجي له من سوهاج تقعد عندي كام يوم، هي يعني سنها كبير، كانت قديسه، تركع تصلي، وانا كنت اشوفها تركع تصلي، وقبل ما تمشي من البيت ترسم الصليب وتصلي فيه. الله، لطيفه قوي. لكن يا ابونا انا عن نفسي ما عنديش مشكله معاها،
لكن اللي عايزه اقوله ان الموضوع ده مش وردي، وزي ما قلتك بتقول في مشاكل كتير، انا ليا اصحاب بيصرخوا من الموضوع ده، وليا واحده صاحبه الحقيقه يعني جوزها سايبها وقاعد مع مامته ليه 4 سنين او اكتر، لدرجه ان هي جيران وعملتها كويس جدا وقدامي، مش قادر ينفصل عن مامته يا مدام لورنس. نعم، مش قادر ينفصل عن مامته. هو مش قادر ينفصل، هو كان الاول بابا موجود وكان بيخدمه، وهي كانت بتخدمه معاه. لما بابا اتوفى بقى تقريبا مقيم عند مامته، فسايب مراته وملتصق مازال فيعني بمامته. يعني هي بتصرخ وليها كذا سنه، والدنيا بقت صعبه جدا ومش عارفه تعمل ايه. نشكرك على محبتك لصديقتك، واكيد ابونا يعني هيحاول يرد عليكي. انا نفسي احل لها المشكله دي، مش عارفه. واحنا كمان صلت كتير وراحت لاباء كهنه كتير، والموضوع ما اتحلش. ربنا يتدخل ان شاء الله، ونحاول نكون سبب النهارده، وتسابونا بيحاول فعلا يكون سبب ان شاء الله في رد على حضرتك. بشكرك وبشكر متابعتك، وان شاء الله تابعينا كمان في الحلقات الجايه. بشكرك مدام لورنس من القاهره. اسمحوا لي اخد كمان معانا الدكتور ابراهيم فتحي، خبير علاقات الزوجيه. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا دكتور. اسمح لي في الاول اسالك، يعني ايه خبير علاقات زوجيه؟ يعني التخصص ده جديد علينا، لكن انت بتشرفنا وان شاء الله تشرفنا في الحلقات الجايه. اشكرك يا فندم، ربنا يخليكي. الحقيقه هو خبير علاقات زوجيه ده شخص متخصص في دراسه كافه العلاقات الاسريه، باعتبار طبعا ان الزواج هو اساس بناء الاسره، الاسره اللي هي المجتمع الصغير اللي بيبني المجتمع الكبير. فاستشاري اسري هو المتخصص في دراسه علاقه الزوج بزوجته. ليه طبعا احنا اهتمينا بالمجال ده؟ لان دي علاقه مقدسه بين شريكين تعهدوا على تقاسم الحياه بينهم، بيجمعهم رابط مقدس، هذا الرابط قائم على الحب وقائم على الموده وقائم على السكن النفسي. وطبعا دي هذه العلاقه استحاله تكون علاقه خاليه من المشاكل، لان وجود المشاكل ده شيء طبيعي جدا، ولكن احنا طبعا بنعلمهم او بندربهم ازاي يتعاملوا مع هذه المشاكل. عشان كده طبعا احنا بننصح اي زوج وزوجه انهم يستبدلوا الاخذ دايما بالعطاء، والاسى بالتسامح، والعناد بتقديم التنازلات. وكل الحاجات دي طبعا مهمه جدا، لان المراه تعتبر من ارق المخلوقات الموجوده، فبالتالي بتكون محتاجه ان يكون الرجل لها هو كل شيء في حياتها، تحب ان يكون الرجل لها كاخ عندما تريد ان تشعر بالحمايه، وتحب ان يكون الرجل لها كصديق عندما تحتاج لشخص تفيد له باسرارها، وتحب ان يكون الرجل لها هو كل شيء وكزوج عندما تريد ان تشعر بالحمايه وبالحنان وبالعطف وبالاحتواء وبالسكن النفسي. دكتور ابراهيم، انا بجد سعيده بالكلام اللي بسمعه ده. يعني هل فعلا ممكن يبقى في مشكله اسريه نلجا فيها للاستشاري العلاقات الزوجيه دي وفعلا تتحل؟ اكيد طبعا يا فندم. يعني هو انا عندي طبع، طب اسمح لي، انا عناديه مثلا جدا وعصبيه، هل الاستشاره في الوضع، هل عندك حلول للحاجات اللي زي كده دكتور ابراهيم؟ اكيد طبعا، المراه تعتبر زي ما قلت لحضرتك هي تعتبر من ارق المخلوقات، فاحنا بندرب. مش دايما يا دكتور، يعني انا برضو كمراه بقول لك مش دايما. ده مش لا دايما. هو طبعا يعني كل ما كان الشخص او الزوج قادر على احتواء المراه، ان هو يكون قريب جدا منها، يكون متفاهم معاها، يقدر يحتويها في لحظه غضبها، طبعا كل شيء بيحل عن طريق التفاهم وعن طريق الحوار الجيد وعن طريق التواصل معاها، يعني يكون قريب منها. دكتور ربنا، والحقيقه موضوع النهارده هو موضوع مهم جدا، موجود في كل بيت يعني. متابعنا؟ اه يا فندم، حلقه جميله جدا. يسعدنا متابعتك يا دكتور ابراهيم، ربنا يخليك. والحما بقى، انا عايزه من حضرتك روشته للحما وللزوجه وللزوج، ازاي نعمل علاقه سويه فيها ود ورحمه بين الاسره كلها؟ هو الحقيقه كتير جدا بنسمع مشاكل الزوجه مع الحماه، وبنسمع كمان في بعض الاحيان إن الحماة بتكون سبب مهم جدا في انهيار الحياة الزوجية. وده طبعا بيبدأ من غيرة الحماة من زوجة ابنها، لأنها بتحس إن في امرأة جديدة في حياتها. وكمان الزوجة دايما نلاحظ إنها بتشتكي وتقول إن حماتها بتتدخل في أدق التفاصيل الموجودة. ولكن طبعا إحنا عشان نعالج المشكلة دي أنا بركز أكتر، أو عايز أدي روشتة سريعة جدا للزوجة. ليه؟ لأنها هي محور الاهتمام. طبعا بنصح الزوجة أول حاجة، طبعا يعني النصيحة الأولى، إن هي ما تدخليش نفسك في منافسة مع حماتك. المنافسة دي طبعًا إن كل واحدة منهم بتجد نفسها أحق بالزوج المسكين. فالحماة دايمًا تقول ده ابني وأنا أحق برعايته حتى لو كبر. وفي نفس الوقت كمان الزوجة تقول إن من حقي إن أنا أحب زوجي وأحسسه بالاهتمام بيه. النصيحة الثانية والمهمة جدًا، يعني عايز أقول لها خليكي دايمًا صديقة لحماتك. ما
بمعنى يعني صاحب حماتك اكسبي دايما ودها، اكسبي حبها، يعني مثلا لو هي خارجه تتسوق مثلا في السوق اخرجي معاها، حاولي دايما تخرجي معاها. وكلمتك للزوج يا دكتور، انا غصب عني المكالمات اخذتني ووقتي ابتدى يخلص، يعني انا فعلا كان نفسي استفيد من حضرتك اكتر انا، بس المكالمات اخذتني فعلا. كلمه للزوج سريعه يا دكتور ابراهيم. يعني كلمه للزوج، حاول دايما ان انت تعطي لوالدتك قدرها، وتحسسك دايما تحسسها دايما باهتمامك بيها، وتحسسها ان هي ما بقتش خلاص على الرف او انت مش مهتم بيها. وكلمة أيضا إن هو يعامل زوجته بمنتهى الحنان وبمنتهى الاهتمام، ويحاول إن هو يوفق ما بينهم. الحما، الحما الحقيقة اعتبري زوجة ابنك كأنها بنتك، بس دي الحاجة الوحيدة أعتقد اللي هي تقدر تحل الصراع ما بينهم. والعكس كمان، إن البنت تتعاملها على طبعاً إن البنت طبعاً تعتبر حماتها كوالدتها طبعاً. يا دكتور إبراهيم أنا بشكر حضرتك على مداخلتك اللي أثرت برنامجنا النهاردة، وإن شاء الله هتكون ضيف عزيز علينا الفترة الجاية لو سمحت لنا. إن شاء الله يا فندم. نشكرك يا فندم. شكرا. شكرا يا دكتور إبراهيم. نشكر دكتور إبراهيم فتحي خبير العلاقات الزوجية، بنشكرك يا فندم جدا. أبونا سمعت اللي قاله الدكتور؟ بس أنا عايز أعلق على كمان هناخد من حضرتك بروشيتا، بس لورنس لا لا لسه هنحل مشكلة مدام لورنس وبعد كده هناخد من حضرتك نقفل بروشيتا من أنا بس عايز أقول لورنس حاجتين مهمين قوي. حاجة أولانيها قالت نموذج رائع، الام اللي روحانيتها عاليه قوي بتركع تصلي. اذا ده اللي عايز اقوله. بعدين كلام الدكتور بقى ياكد الكلام ده، اللي هو ايه بقى، ان كل اللي قاله نابع من روحانيه الشخص اللي هو مش بيعاند، الشخص اللي هو عايز يحتوي، الشخص ايا كان الشخص. اما بقى الحاله الثانيه، الحاله وهي الزوج اللي هو راح قعد اربع سنين، ده كان سؤالي قبل كمان وكانها كانت متواصله، حاجه من الاثنين، يا اما مرض زي ما قلت مرض نفسي ارتباط بقى. ما هو لو مرض نفسي لازم يروح لدكتور نفساني، لو مرض نفسي نلجا لدكتور ابراهيم ان شاء الله. لا هو دكتور علاقات زوجيه، لكن لو مرض لازم يروح. ده مرض نفسي يعني مش مشكله تتحل؟ لا ده مرض لازم يتحلل، يتعمل له حاجه اسمها سايكو اناليسيز وكلام من ده الاول. لكن قضيه اسمح لي اقول حاجه، احنا ممكن نساعد ان احنا نوصل الحاله دي فعلا لدكتور نفسي لو هو كده طبعا، لو هم حابين بعد اذنك يا منى طبعا، طبعاً يعني احنا لو هم حابين احنا ممكن نوصلهم دكتور امراض نفسيه، ودي تبقى مشاركه من البرنامج لحل المشكله، مش عايزين يبقى حل نظر يعني. لكن حاجه تانية عايز اقولها بقى، قد لا يكون مريض نفسي، قد تكون الزوجه طفشته. يا سوري اسف، يعني هو وجد راحته في احضان امه اكثر من احضان زوجته. هو وجد ان البيت جاف، الزوجه مش قادرة انها تحتويه، بينما هو اكثر من مرة راح وجد انه الام احتوته، بينما الزوجة بتعامله بطريقة سيئة. اذا لو الزوجة تراجع نفسها بقى وتشوف المواقف اللي حصلت، انها يمكن ما اهتمتش بيه، يمكن ما اهتمتش انها تديله حب، يمكن ما اهتمتش انه تخليه هو رأس ليها، يمكن ما اهتمتش انه هو يكون المسؤول عنها، بينما امه اهتمت انها تعمل كده. طبعا كان لابد ان هو ياخد في اعتباره ان الزوجه دي هو المسؤول عنها وهو اللي بيحميها وهو اللي بيديها حب، لكن هي كمان لازم تعمل كده. أتسابونا، انا بشكر أتسك، احنا للاسف وقتنا خلص وكان عندنا كلام كتير جدا، اسمحوا لي ان احنا هختم حلقتنا النهارده، وكان عندي بس الحما المتسلطه والحما الاستغلاليه، وكل انواع دي محتاجه مش اكتر من الحب، مش اكتر من اللي قاله أتسابونا. كان معانا 6 انواع من الحموات النهارده والتعامل معاهم، لكن انا ما عنديش وقت ان انا ارجعهم، انا اسفه جدا. هسيب حضراتكم وتصبحوا على خير، استنونا السبت الجاي ومعانا خواطر أتسابونا انجيلوس، دي دايما ختمنا في حلقتنا، وتصبحوا على خير. اشكرك يا أتسابونا. اشكرك. مع غروب الزمان ننتظرك كي تشرق فينا، تحملنا وتحمينا، نجدد فيك شبابنا وكالنسور تحيينا، تذوب فيك ملامحنا وملامحك تعطينا، حين تشرق يا حبيبي وسط جبال الثلوج تذوب، وحينما نراك لا يمكن أن يدركنا الغروب. مرزولا كنت أحسب نفسي، وحين احتضنتني عرفت أنني محبوب، فلا ترحل وتتركني فأنا خارج عنك تسقطني الحروب، فلا حياة لي إلا فيك، وبدون حبك كيف تنبض القلوب. يا شفاء النفس المريضة وسعادة حياتنا الوحيدة، يا سر جمال الوجود والعبير الحلو في الورود، وألحان تسبيحنا بالعود
والسر المعلن في أبدية الخلود.